بما اننا دخلنا المعرض كده، وقبل ما نبدأ جولتنا لازم نعرف حضراتكم في البداية ازاي المعرض ده تم، ازاي كل العارضين الموجودين دول موجودين بالفعل معانا في المعرض. معانا اكتر من 300 عارض، ومعانا كمان ضيوف شرف في المعرض، فخلينا نعرف كل التفاصيل دي من ضيفنا اللي مسؤول عن كل الكم الرهيب ده. خليني ارحب بيه واقول له صباح الفل. اهلا بيك يا فندم. طبعا مجهود فظيع وعظيم، وبحيي حضراتكم عليه. الله يخليك. احنا حقيقة كنا متعودين، احنا اولا عندنا خطة في الوزارة بنعمل كل شهر معرض في محافظة معينة، انما المعرض المركزي بتاعنا بيبقى دايما في القاهرة في اثناء كريسمس، بس السنة دي اجلنا علشان الكورونا ومشاكل الكورونا. هكلم حضرتك حالا عن الظروف الصعبة، وبرغم من كده انا عايز اقول للناس دخلنا في تعقيم، خدنا الكمامات، هو ده بقى، فاحنا اخرنا لما النسب قلت شويه عشان نقدر نوضب نفسنا لهذا المعرض، وكمان نسبه استيعاب المعرض ده ما كناش بنقل فيه عن 500 و550 ابدا. بس ست الوزيره ادتنا اوامر ان احنا نعمله على مرحلتين، مرحله هنا وان شاء الله المرحله الجايه تبقى في اكتوبر، فاخدنا قرب نص العدد. هنا في 300. 340 ان شاء الله. وهناك هيبقى تقريبا على قرب ال 200. بالظبط كده. طيب خليني اتفضل. لا اتفضلي. خليني اعرف من حضرتك بتختاروا العارضين ازاي؟ اكيد بيجي كم رهيب جدا من الناس عايزه تعرض شغلها. احنا نزلنا اعلان على السايت بتاع الوزاره، ومن يرغب في التقدم يحضر نفسه، وبعد 5 ايام نزلنا استماره. كل مضوا الاستماره دي ووافقوا واسمه نازل، وبيرفق الاستماره دي بصور لمعروضاته. وبعدين الكمبيوتر بعد كده بنعرض، احنا بيديله اكسبت، فخلاص اتقبل بيدخلوا هنا. بس طبعا كان عدد غير طبيعي، فاحنا قفلنا قبل الميعاد، يعني عدينا ارقام. فرصه عظيمه يا فندم، انتوا بتتيحوا فرصه للناس انها تعرض شغلها في مكان محترم ويقدر الناس تيجي عليه. احنا الحقيقه الناس دي كلها محتاجين المعرض ده جدا، لان تسويقه هم ما يقدروش على محلات ولا ليهم فروع في مولات ولا واخد بالك حضرتك ازاي، كل تسويقه اللي هو معارض ديالنا بتعمل على مستوى السنه. انا لسه كنت مخلص يوم 6 فبراير معرض في الاقصر، وكنت عامل في مارينا، وكنت عامل في اسكندريه، وكنت عامل الحمد لله. طيب خليني اعرف من حضرتك كمان، عندنا ضيف شرف مهم جدا السنه دي. عندنا المفوضيه الساميه للامم المتحده للاجئين. خليني اعرف ايه الرساله وايه الدور اللي حضرتك شايفه من وجودهم. نفس الرساله اللي كلمت حضرتك عليها بتاعت الاسر المنتجه، مش عايز اقول يعني هم لاجئين وعندهم ما شاء الله منتجات، لان هم مقيمين هنا وعندهم منتجات حقيقه للعرض، وبرده لا يجرؤوا، مش هقول لك ان هو يروح لمحل او يقدر يبيع او يشترك في مول او يبقى قادر انه يعمل حتى غير كده، كمان غير موضوع المحل وكده، نفس الزبون اللي هيجي له فين؟ ولا بقى حضرتك بتوفر له المكان، بتوفر له الناس، وبيوزع الكروت بتاعته، بيبقى اوريدي معروف، بيقدروا يتابعوه بعد المعرض ما يخلص. طيب خليني بقى اعرف من حضرتك ايه المختلف السنه دي في معرض يارانا؟ دي المره دي ال 61 للمعرض موجود. ايوه اختيار المكان موفق يا فندم جدا. بالظبط كده الحمد لله. عملتوا مغامره الحقيقه جوه كايرو فيستيفال مول. ممكن ناس كتير تبقى خايفه، ممكن ناس تبقى قلقانه. لا لا احنا استفدنا الحمد لله بالاسم، لان هو معروف قوي، وبعدين فيه فجاه كمان تختلف عن كل معرض تاني، ان بنك اسكندريه معانا سبونسر راعي، موفر باصات البنك كلها لجميع ميادين القاهره عشان يجوا المعرض، وصول وعوده كمان عشان ما حدش يشيل هم، فري من غير مقابل. ده السنه دي يا فندم. السنه دي. طيب يعني احنا نقدر نقول المختلف السنه دي ان احنا في كايرو فيستيفال مول، وعندنا تسهيل المواصلات، جمهور كويس قوي ما شاء الله، انا شايف من قبل الافتتاح وعدد غير طبيعي الحمد لله، وحجم مبيعات كويس قوي. يعني حضرتك شايف الاقبال السنه دي كويس الحمد لله. بالنسبه للظروف انا بعرف من الشنطه بتاعت المعرض خارجين بيها، فدي الشنطه دي بتبقى للي شاري بس، عايزين نوري الناس قد ايه شايلين من المعرض. ربنا يا فندم يا رب يعني يكتب لكم النجاح دايما، والحقيقه بتعملوا حاجه حلوه جدا ان انتوا تهتموا بحاجات بسيطه للناس، واحنا عندنا المشروعات الصغيره دي مهمه جدا وتقوي الحمد لله. الحمد لله. شكرا. بشكرك يا فندم، ربنا معاك، انا عارفه وقت حضرتك قليل. انا بشكرك. سعيده. شكرا.